موضوعنا اللي هو الكاب رايترز لعدة عقود تم استخدام الكاب رايتر في معظم محركات السبارك إغنيشن كوسيلة لإضافة الوقود إلى هواء سحب الانتيك إير. المبدأ الأساسي اللي يعمل عليه الكاب رايتر هو بسيط للغاية. بحلول الثمانينات عندما استبدلت حاقنات الوقود أخيرا كنظام إدخال وقود رئيسي، طورت إلى نظام معقد ومتطور ومكلف، لكن لا تزال الكابريترز موجودة بعدد قليل من السيارات، ولكن الغالبية العظمى من محركات السيارات تستخدم أنظمة حاقن وقود أبسط وأفضل تحكم وأكثر مرونة. لكن لا تزال العديد من المحركات الصغيرة مثل تلك الموجودة بجزارات العشب لهذه اللون موفرز والطائرات النموذجية، هذه الموديل يعني الموديل ايربلينز، لا تزال تستخدم الكابريترز على الرغم من أنها أبسط بكثير من تلك الموجودة في محركات السيارات. يعني نعرف أن هذه ما تحتاج إلى دقة، وبالتالي يستخدمون الكابريتر الوسيط. هذا هو شنو حتى الحفاظ على تكلفة هذه المحركات راح تكون منخفضة، وبالتالي الكابريتر بسيطة ورخيصة، يعني راح تكون رخيصة التصنيع مالتها، ثمن مالتها مال التصنيع، بينما الحاقنات هي أنظمة تحكم وأكثر كلفة، costly control more costly control systems. حتى بعض المحركات الصغيرة هذه يتم استبدال الكابريتر ويخلون بها الفيول انجكتر، هذا حاقن وقود، لأنه أكو قوانين التلوث أصبحت أكثر صرامة، وبالتالي فإنه يحاولون يستبعدون الكابريتر بيستبدلوها بالفيول إنجكتر. نجي الآن إلى الشكل يوضح الكابريتر الأساسية، هي عبارة عن فنشوري، هذا فنشوري، هذا رقم أي، ويكون مركب مع هذه الثروتل الخانق على شكل يعني صمام يسمونه فراشة، انبوب شعري، هذا الانبوب الشعري كابيلاري تيوب، هذا الكابيلاري تيوب يدخل لنا الوقود من هذا الخزان اللي هسه راح نطرق بعدين. هذا الأنبوب أيضا أنه بعض الأحيان يثبت على هذا الطرف العلوي، هذا أيضا يروح بعدين نشوف هذا شنو الأنبوب، فيدخل الهواء air flow بضغط B1 اللي هو الضغط الخارجي، تيادي هنا أكو فلتر موجود مركب هنا فلتر هواء. أيضا عندنا الأجزاء الرئيسية الباقية مثلا خزان الوقود هذا دي، أكو صمام هذا الإي فيول مترينج فالف، صمام أورة القياس الرئيسي، وعندنا أيضا هذه ايديال، لاحظ هذه يصير على شكل مثل البرغي، هذا تعديل سرعة الخمول ايديال سبيد ادجستمنت، نقدر شلون الخانق نزيده ونقلله. ايضا صمام الخامل اللي هو عندنا هذه جي صمام، هذا راح شوفنا هذه ايديال فالف ينطينا الوقود من هنا ايضا، والاتش اللي هو هذه الاتش اللي تشوك، هذا تشوك، هذه هي الاجزاء الرئيسيه.
وبعدين راح نتطرق لها بالتفصيل إن شاء الله. مع دخول الهواء إلى المحرك، شو راح يدخل الهواء؟ بسبب فرق الضغط، راح يصير أكو ضغط، فرق ضغط ما بين الهواء اللي موجود برا بالمحيط والضغط اللي راح يكون بالاسطوانات. ليش؟ لأنه يعني راح يصير عندنا فاكيوم، وبالتالي راح يصير أكو فرق بالضغط يخلي الهواء يدخل من المحيط إلى داخل المحرك. لاحظ هذا الهواء عندما يمر هنا بهذا الممر راح يجي يصادف هنا هذه المكان اللي هو فنشوري. هذا فنشوري شنو؟ يتم تسريع الهواء إلى سرعات عالية. طيب إذا سرعات عالية هنا راح تصير من نتيجة فرق الضغط، لأنه يعني قل الضغط هنا معناته لأنه راح يمر بهذا الخانق، إذا العفو بالفنشوري، فإذا راح يقل الضغط، إذا تزداد السرعة حسب ما تعلمنا بالفلويد. إذا هسه هذا السبب نزل إلى بي 2 ضغط من بي 1 إلى بي 2، وبالتالي بي 2 راح يكون أقل من بي 1. الضغط فوق هذا بهذا الخزان راح يكون اكو ضغط هنا موجود اللي هو بي 3، الضغط اللي موجود فوق الوقود داخل الخزان. هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي الضغط الجوي، هذا راح يكون مساوي الى الضغط الجوي. اذا راح نشوف انه بي 3 يساوي لنا بي 1، يساوي بي 1، و بي 1 راح يكون اكبر من بي 2. اذا بي 1 وبي 3 مساويات وراح يكون اكبر من البي 2. لذلك هناك اكو فرق بالضغط من خلال هذا الانبوب الشعري، هذه مو راح يجي هنا يصير عندنا تخلخل بالضغط. اذا شو يسوي التخلخل بالضغط؟ وهنا ضغط عالي، فراح يدفع الوقود عن طريق هذا الانبوب الى فنشوري الى هذا المكان. عندما راح يجي هنا الوقود نهاية هذا الانبوب الشعري يجي النثر هنا، فتعرف الوقود راح يجي يلاقي سرعة عالية من الهواء هنا. اذا ايش راح يصير؟ راح يصير على شكل قطرات صغيرة جدا. من يحملها؟ راح ياخذها الهواء اللي جاي بسرعة عالية، راح يخلق لنا معدل تدفق عالي للهواء وضغط أقل هنا بالحلق البخاخ، وهذا راح يسوي لنا تفاضل أكبر أو differential pressure بالضغط من خلال هذا الأنبوب الشعري، مما يزيد من معدل تدفق الوقود، من معدل تدفق الوقود حتى شنو؟ لأنه عندك هنا أكو موازنة ما بين الوقود وما بين الهواء الداخل، فإذا راح يحتاج إلى كمية وقود أكبر وحسب الطلب للمحرك. إذا فيصبح التصميم بشكل صحيح بحيث يوفر لي هذه الشيء المطلوب اللي يكون هنا بالأنابيب الشعرية. طيب إذا سرعات المحرك، من تزداد سرعة المحرك معناتها أكو هواء راح يدخل، إذا راح يحتاج إلى وقود أكثر. بالتالي هنا عندك هنا هذا تشوك، هذا التشوك هو اللي طرقنا له وقلنا إنه هذه لا، بعدين احنا هنا هذا التشوك اللي هو العفو الثروتل، هذا الثروتل اللي قلنا مفتوح هنا وايد اوبن ثروتل، مفتوح على مصراعيه بحيث بيكون موازي الى هذه، يعني كل الفلو اللي جاي من هنا راح يدخل الى المحرك. بالاضافه الى اكو صمام قياس رئيسي، هذا فيول مترينج فالف اي، هذا الصمام شو يسوي؟ ينظم لنا عن طريق هذا البرغي
يسيطر على هذه الفتحة اللي بحيث يحسب كمية الهواء، العفو، الوقود الداخلي واللي راح تروح وين؟ إلى الخانق. إذن راح نجي أيضا هنا يتم التحكم بمن بالوقود اللي موجود بهذا الخزان عن طريق هذه الطوافة، اللي هي راح هذا لاحظ الفيول سبلاي راح يجي منها من الـ التانك من الخزان، راح يكون مزود بمضخة وقود كهربائية. هسه معظم السيارات الحديثة تزود بمضخة كهربائية أو بمضخة تعمل ميكانيكيا مثل ما المحركات القديمة، أو عن طريق جاذبية مثل هذه المحركات الصغيرة مثل ماكينات جر العشب وأيضا السيارات التاريخية. يتم هنا الكبح، هنا لاحظ هنا هذه معدل تدفق الهواء وبالتالي إلى سرعة المحرك. هذا الهواء اللي جاء داخل هنا راح يبدي. أيضا يوجد تعديل لسرعة، يعني الايديال سبيد. الايديال سبيد هي من توقف الخانق هذه، وبالتالي اللي هو راح يحدد لي موضع الخانق. هذا الخانق لاحظ ايضا هذه عندي الثروتل، هذا لاحظ هذا الثروتل، وهذه عندي تشوك، هذا التشوك بعدين راح نحكي عليه. اما هذا هو الخانق اللي هو راح يحدد لي المجرى اللي راح يمر او كمية الهواء المطلوبة الى داخل المحرك، وهذا يعتمد على من؟ يعتمد على السرعة. هذه هنا انا راح التحكم بها بزاوية من 50 الى 150 من هذا الدوران مالت الثروتل. ايضا راح يصير عندنا هنا قلنا هذه معدل التدفق من خلال هذه الحجرة، هذه الفنشوري اللي هي تكون أقل من الضغط الجوي. إذن من عندما يغلق هذا الصمام راح كمية الهواء الداخلة راح تكون أقل اللي يحتاجها المحرك، وبالتالي راح يكون فرق الضغط يختلف، أي أنه أصبح الوقود هنا راح يكون فرق بالضغط من خلال هذا. ليش؟ لأنه هنا راح يقل الضغط، هنا يزداد الضغط، وبالتالي تتم عملية دخول الوقود من خلال هذا الصمام. أيضا تم إضافة صمام خامل، هذه هنا هذا لاحظ هذا الانبوب الجوة، هذه اللي هو يسميه ideal valve. هذا الideal valve شو راح يوفر لي؟ هذا راح يوفر لي تحكم افضل بتدفق الوقود في وضع الخانق اذا كان مغلق تقريبا. ليش؟ لانه هذه اذا غلق الكمية اللي راح تدخل راح يصير هنا الوقود أقل، وبالتالي حتى لا يطفى المحرك. فإذا خلوا هذا يجي يزود الكابريتر بالوقود. بالتالي هنا ايش راح يكون؟ يكون هنا اكو فرق كبير بالضغط، راح يكون اكو فرق كبير بالضغط عبر هذه الخانق. يكون الضغط بنظام السحب لاحظ باتجاه البي هنا منخفض جدا. هذا الانخفاض الكبير بالضغط من خلال الايديال فالف، من خلال هذا الايديال فالف ايش راح يسوي؟ يسمح بالتحكم المناسب بالتدفق، المن تدفق معدل تدفق اكثر الى الوقود، وبالتالي يتم تشغيل محركات بمزيج أكثر من الوقود بسرعات منخفضة، وخاصة حتى يتجنب حالات التلف اللي راح يصير بهذا الصمام. هنا another butterfly valve called the choke.
هذا تشوك اتش اللي كان موجود وين بال بالابستريم. الابستريم اللي هو دخول بداية دخول الهواء الى الكابريتر اللي يكون قبل من قبل الفنشوري ثروت. هذا شنو فايدة التشوك بالاعلى اللي شفناه؟ This is needed to start cold engines. هاي بالمحركات الباردة إذا كانت شو يسوي؟ يغلق هذا التشوك حتى يقلل من كمية الهواء الداخلة وبالتالي يزيد منين من الوقود، لأنه نعرف إحنا نسبة الهواء إلى الوقود الفيول ريشيو، وبالتالي راح يشتغل المحرك. ليش؟ لأنه إحنا من هنا راح يصير بحالة الوقود لازم يصير على شكل فيبر، فإذا كان بارد فما راح يكون يقدر يتبخر، وبالتالي راح تكون صعوبة بعملية العفو الاحتراق. إذا كان محرك بارد إنه راح أكو small percent of fuel will vaporize، راح تكون جزء قليل من الوقود راح يتبخر بالانتيك وبعملية الكومبريشن. إذا هذا الوقود إذا كان بارد much more viscous راح يكون على اللزوجة، وبالتالي راح يخلق لي معدل جريان قليل. ليش؟ لأنه أيضا عندنا القطرات راح تكون كبيرة وصعوبة بعملية التبخير، راح تكون عملية التبخير تكون قليلة، وبالتالي راح يصير عندنا صعوبة بعملية اشتغال المحرك.